حين يتحول الأعداء إلى حلفاء في شمال سوريا، تتوحد نيرانهم اتجاه قوات أشبه بالمحاصرة، قوات تدافع عن أكبر وأهم معاقلها في سوريا. تنظيم الدولة الإسلامية، وبين ليلة وضحاها يصل مقاتلوه إلى جبهات المعارضة السورية مجتازين عشرات الكيلومترات، ويتحتم على المعارضة هنا مواجهة نيران التنظيم والنظام في آن واحد. تقول المعارضة السورية أن سيناريو عقيرب بات يتكرر الآن في إدلب، وأن تنظيم الدولة ليس إلا أداة بيد الروس والنظام يحركانه كما يشاءان. تنقل التنظيم بسهولة في الشمال وتحديدا في جنوب إدلب، إضافة إلى تسليمه عشرات القرى في شرق حماة للنظام السوري، يجعل المشهد العسكري أكثر تعقيدا. لا خيارات كثيرة أمام المعارضة السورية سوى مواجهة التنظيم والنظام، ولعل المدنيين يعولون على انتشار القوات التركية في ريف إدلب، عسى أن تكون رادعا للنظام وتنظيم الدولة، وكفيلة في ضبط منطقة صبت نيران الحمم فيها. الله أكبر.